كمان لما تبقى في مدرسة شهيرة في المانيا القديمة، العائلات حتى يعني يتعاملون معها على انه كل اعضاء العائلة وكل اجيالها المختلفة تخرجوا من هذه المدرسة فجأة وقبل بدء العام الدراسي بثلاثة ايام يقولوا احنا هنهدها. هل ده معقول؟ يعني العائلات هنا تعمل ايه؟ يعني كيف يمكن أن تجد مكاناً بديلاً؟ كيف يمكن أن تنقذ أبنائها؟ هل فجأة أقول إنه هذه المدرسة أنا ههدمها أو على الأقل سأوقف الدراسة فيها؟ هل وصلنا إلى حالة التخبط؟ ده نموذج يحدث أيضاً نماذج كثيرة مشابهة، مدرسة في المانيا القديمة، أجيال من العائلات نشأوا في هذه المدرسة فجأة ودون سابق انذار وقبل الدراسة بثلاثة أيام قالوا لهم هنهد المدرسة. سنة 2008 بالباطل، ما حدش، ما جانيش لجنة ولا عينت مباني ولا وقفت مباني. أنا مباني اللي عندي من سنة 52 والمدرسة مستأجرة من سنة 52 بدون أي إنذار. يوم الحد هاجمونا الحي والشرطة بالرشاشات والكلام ده، وإحنا عندنا رياضي الأطفال بنفتحه دايما قبل الدراسة بأسبوع عشان الأولاد ياخدوا على المدرسين وعلى المكان. طبعا كان فيه يعني صرع، يعني كان موقف ما يعني لا يحسد عليه. احنا اضطرينا ان احنا نخش في دعوه قضائيه رفعناها على اساس الطعن في القرار، لانه لا يناسب المدرسه اللي عندنا اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي، بتخدم حوالي 1808 تقريبا لاخر احصاء عندي من ابناء الحي. طب هو السيد المحافظ امر بالوقف ولا بالهد؟ ما انا مش فاهم. وفي نفس الوقت لو حضرتك بصيتي لكل الامور القانونيه هتلاقيها سليمه 100%. حاولنا نقابل المحافظ كذا مره ما عرفناش نقابله، من على الباب ما فيش حد بيقابلنا. ازاي بيقولوا ان المحافظ فاتح بابه للناس كلها؟ احنا حاولنا اكتر من مره ما لقيناش حد بيقابلنا ولا حد بيتفاهم معانا. سياده الوزير بيقول احنا عايزين نعمر ونبني مدارس ونجدد مدارس ونعمل نهضه تعليميه عندنا في البلد، وانتوا جايين تهدوا مدرسه؟ طب سيادتك شايف المدرسه فين؟ المدرسه طب والطلبه دي تروح فين واحنا نروح فين؟ سياسه الرئيس يعني انشاء مدارس وتوسعات، يعني الناس بتحارب سياسه الرئيس، يبقى احنا كده واقفين ضد سياسه الرئيس. الرئيس بيقول التعليم والتعليم اساسي، احنا كده بنأخر. انا مدرسه في المدرسه من سنه 78 متعينه هنا بقالي اكتر من 37 سنه. ده بيتي، بيتي الاول ومصر بيتي الثاني، ومحدش يرضي ابدا ان احنا نتشرد باولادنا في الشو... في... في مين هيبني انا مدرسه في اي مدرسه ثانيه؟ هم مصرين على الازاله واحنا مصرين ان احنا مش هنخرج من المدرسه. كل الهيئه التدريس اللي حضرتك شايفاها بالطلبه باولياء الامور احنا موجودين جوه باب المدرسه. هم عايزين يخشوا يزيلوا المبنى، يزيلونا معاها مبنى، يدوا على دماغنا واحنا قاعدين. حرام لما نشرد ناس كتير عمال زيي، فبرجو سيد المحافظ وبقول له يا ريت، حرام القرار اللي انت خدته. هنروح فين؟ انا ست معايا خمس اولاد، اروح بهم فين؟ بنتي بقى لها 3 4 ايام منهاره، ازاي تسيب مدرستها وبيتها وانا ما اعرفش الا هنا يا ماما واصحابي هنا يا ماما، هروح فين؟ وابني نفس الوضع، ابني في ثالثه اعدادي وبنتي في سنه رابعه، فما ينفعش دلوقتي ثالثه اعدادي انا بقالي اسبوع مش عارفه اركز في مذاكرته ولا بيذاكر ولا حتى عارف يخش هيخش فين. اذا كان الدور اللي هو فيه الفصل بتاعه هو اللي هيتهد. المدرسه منشاه من الخمسينات، وانا اولادي كانوا متعلمين كلهم هنا، واحفادي جبتهم هنا، وفضلت سالتك على الدراسه 3 ايام. هل يعقل انه فضل على الدراسه 3 ايام ونفاجئ بالموقف اللي احنا فيه ده؟